هو انا علبه تونه ولا حاجه متجاهلاني ليه حضرتك؟ انا مش متجاهلاك يا ناديه، انا بس محتاجه دقيقه مع نفسي. ممكن؟ طب بس اتكلمي معايا. اتكلم معاكي في ايه؟ في الويب سايت اللي عملناه مع بعض وفجاه هتسيبيه وتمشي؟ انا لا بسيبه وبمشي ولا بتخلى عنك، وبعدين انت خلاص بقيتي شطوره ومش محتاجاني اساسا. انا الوحيده اللي حدد انا محتاجه ايه ومش محتاجه ايه. فريده انا بجد محتاجه الفرصه دي. توظفيكي. طالما شتمتيني يبقى احنا اتصالحنا خلاص. واقفين بره بتهروا في ايه؟ تعالي تعالي. عرفتي هتعملي ايه في موضوع فادي وادهم؟ لا مش عارفه. لا انت عارفه، احنا بس بنبقى متلخبطين كده من بره شويه، بس من جوانا بنبقى عارفين كل حاجه. صح؟ صح؟ ايه؟ صح صح. تعالوا. هاي جيرل. اهلا 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 اهلا. بصوا عايزه اقول لكم على حاجه. ربنا يستر. انا اكتشفت ان احنا طول ما احنا صحاب مش مهم اي حاجه تحصل. طز ايه يعني اللي هيحصل؟ المهم ان احنا في ظهر بعض، والمهم ان احنا ايدينا في ايدين بعض. يا سلام على حكم اخر الليل. شفتي؟ بس عندي حق. شادي ايدك من على التورته انا شايفه. نايس. يلا يلا. طب ادخلوا انتوا عشان نفاجئ دينا. يلا. Work two jobs trying to stay alive. Spend your money on a Friday night. Tell me, why do you love? Just stand for something. For anything. Come out of the dark, come true of the light. Whatever you fear is, it will be alright. But tell me, why do you love? كبرتي يا دندون واتخرجتي من الجامعة. مش مصدقة نفسي. شادي تعالى هات الأطباق. الفنانة بتاعتي اهي. في الآخر طلعتي طالعة لأبوكي. اتفضل يا بابا. بالهنا والشفا. عايز أي حاجة؟ ميكاترونكس يا بابا. مش ولادي الموضوع ده شويه؟ لا طبعا. ساره العصير يا حبيبي. مش قادره خالص هفرقع. ليه؟ طب بلعني. تعب ماما ليه يا عفريت؟ يطلع لي بس وانا هربي لما نشوف.